كريم، يعني كما نلاحظ بأن يعني طبيعة هذه الأغاني وطبيعة هذه الموسيقى تملك ذات الحنية التي نعرفها في عالمنا العربي وفي الغناء العربي. بالطبع طبعا حضارة داغستان تشبه كثيرا حضارتنا العربية، يعني هنا في هذه المدينة في محاش قلعة العاصمة يمكن الوقوف على الكثير من الأمور التي أخذت من الثقافة الإسلامية والعربية الكثير. نعم. طبع أهل المدينة، شكلهم، لباسهم، اللغة، يستخدمون مصطلحات حتى في اللغة العربية، الطعام، الملبس، احترام الضيف والأديان السماوية. الله. لذلك طبعا الوضع بصراحة هو جميل، يعني كما قال لي أحدهم يوم أمس، لا يمكن لشخص أن يعني يذهب لرحلة استراحة كما يعمل الناس في داغستان. الله. لذلك أيضا نستمع لمقطع صغير أيضا من زويا، معك يا ريم.